أخيرا بنات لقيت لكم كريم يرطب أعماق بشرتك خالي من العطور يناسب كل أنواع البشرة، وفوق هذا كله تخيلوا أنه يحتوي على أهم عنصر اللي هو الكولاجين. أهلا بنات، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. فيديو اليوم دائما تسألوني وش أفضل مرطب ينفع للبشرة كمرطب يومي خالي من العطور، ما يسد المسامات، ما يسبب حبوب، وما يكون طبقة على البشرة بحيث أنه يسبب حبوب تحت الجلد. أنا بنات أرشح لكم هذا الكريم اللي استخدمته من فترة وقلت لازم أتكلم لكم عنه. ميزة هالكريم بنات إنه قوامه يجنن، جدا 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 خفيف، ما تحسين إنه كتلة على وجهك أو يدبق أو يلزق، أبدا أبدا تمتص بشرتك بسهولة وبسرعة ويتوزع بكل سلاسة. ينفع قبل الميك اب وينفع كمرطب بعد المقشرات أو بعد روتينات التقشير، بس الأفضل إذا بشرتك جافة أو إذا بشرتك مختلطة مايلة للجفاف تستخدمين مرطب أثقل من هذا، لكن البشرة الدهنية أتوقع مرة بيناسبهم. من مميزات هالكريم بنات إنه تمتص بشرتك بسرعة، على طول يجف وجهك منه، ومن بعد ما يجف وجهك راح تحسين إن وجهك فيه نظارة وقلوي وصحي. وطبعا بنات زي ما دايما أقول لكم إنه لازم إذا رطبتي وجهك ترطبين المنطقة اللي هي منطقة الرقبة، وتمررين أيضا الكريم على منطقة الصدر، بداية الصدر، لأن هذه المناطق كلها اللي يبدأ فيها علامات التقدم بالسن والخطوط والتجاعيد بفعل الجاذبية الأرضية، فلازم تهتمين فيها وفي ترطيبها، خصوصا الأشياء أو الكريمات أو المنتجات اللي تحفز من إنتاج الكولاجين لازم على منطقة الرقبة والصدر، ما تنسينهم. ايضا بنات لو تلاحظون من مميزات الكريم ان كميته مره كبيره ما شاء الله تبارك الله، يجلس عندك 6 شهور حتى لو استخدمتيه يوميا مرتين باليوم راح يطول عندك يعني اكثر من 5 شهور، مستحيل اقل. كميته كبيره ومبروكه ما شاء الله، وسعره جدا مناسب. متخيلين بنات ان هذا الحجم وهذا الكريم اللي مليان فوائد وكولاجين، متخيلين ان سعره بس 23 ريال سعودي؟ الحجم مرة كبير مقابل السعر والفوائد. نصيحة بنات اعتمدوه كمرطب خيال. هالكريم بنات أنا أستخدمه مو بس لوجهي، أستخدمه حتى على منطقة حول العين وعلى منطقة اليدين، يرطب وأحس بانتعاش بعد ما أستخدمه، ويجنن قوامه على اليد، خفيف ما يضايق، وفوق هذا كله بنات يحفز من إنتاج الكولاجين، يأخر علامات الشيخوخة والتقدم بالسن، وهذا أهم حاجة. إضافة لأن بنات يخفي العلامات الدقيقة، علامات التعبيرية، يأخر من ظهورها ويخفيها لك بفعل المواد المفيدة اللي فيه. أيضا بنات يحتوي هالكريم على أحماض ومركبات ومضادات أكسدة تزيد من مرونة بشرتك. يناسب البشرة الحساسة، البنات اللي يعانون من التقريص بعد استخدام المرطبات ويحسون أن بشرتهم فيها وخز، هذا يناسب البشرة الحساسة مرة. إضافة لأن بنات يخلي ملمس بشرتك حرير، يغذي بشرتك ويمنع ظهور الالتهابات، إضافة لأنه يوحد لون بشرتك مع تكرار الاستخدام، خالي من المواد الضارة مثل البرابين وغيرها. البنات اللي عندهم ندوب يعني حفر بالبشرة، هذا الكريم بنات رح يحسن من مستوى الندوب، ما يشيلها، يحسن منها، إضافة لأنه يشيل التصبغات السوداء اللي في بشرتك. أهم حاجة تعتنين بأنك تشترينه من مكان أصلي، أنا اشتريته من آي هيرب واستفدت عليه كثير. هذا كان فيديو اليوم، شكرا على المتابعة، لا تنسون اللايك والاشتراك والشير.